علمني الادب جدا. فيلي فيلي دلوقتي وهكلمك تاني. خالد شباط يرد على منتقدي تحدثه باللهجة المصرية. لا والله ما أنا سهل ابنهم. هو التجسس أيام زمان يا جدو كان عادي ولا إيه؟ والله أنا زلمة بس بدي مساحة. بس هيك بدي مساحة وبدي مدى. ما في شك إنه خالد شباط قدر يعمل اسم كبير لإله بعالم الدراما بآخر فترة، فالأدوار اللي قدمها مختلفة ومتنوعة وعم تترك أثر كبير عند الناس، بداية من شخصية باسل بمسلسل كريستال يلي لعب فيه دور المريض عقليا وقدر يقدمها بكل احترافية. بضلوا يضايقوا ببعض هيك تنفجر. ورجع خطف الأنظار بمسلسل الخائن بدور الشاب اللي ربي في الشارع وخارج عن القانون، بيشتغل بطرق غير مشروعة لكسب الأموال. أنا ربيت بهي الدنيا لحالي، مشان هيك مستعد أعمل أي شيء أي شيء مشان المصاري. أما في شهر رمضان فشارك لأول مرة بمسلسل مصري وهو عتبات البهجة إلى جانب يحيى الفخراني، وإحنا سألنا عن هالتجربة بالذات كونها أول تجربة له في الدراما المصرية. مبسوط هلا عم قول للشباب رجعوني على الأجواء، صار لي 6 شهور مسافر بمصر، فيها تجربتين حلوين الحمد لله. هو التجسس أيام زمان يا جدو كان عادي ولا إيه؟ من فضلك أنا ليا برايفسي بتاعتي. طز فيك وفي البرايفزي بتاعتك. وبهالعمل خالد بيلعب دور عمر، والحلو انه بيحكي اللهجة المصرية، هالشيء اللي ما كان سهل عليه، والطبيعي انه يتلقى التعليقات من الجمهور على هالنقطة. لا والله ما انا سهل ابنه، متخوف منه وحاولت كتير فيها، يعني في اختلاف كلي عن لهجتنا، بس كان يعني هيك محاولة الاشتغال عليها والبحث ببيئة جديدة، كان هذا يعني هذا الممتع بالنهاية بشغلنا. حضرتك اللي بتعلمني الادب جدا. فيلي دلوقتي وهكلمك تاني. وخالد صار له فترة مبتعد عن الدراما السورية، فآخر عمل سوري قدمه كان الكندوش 2 مع شكران مرتجى وسامية الجزائري وكندا حنا، ولها السبب حبينا نعرف منه إذا اشتاق لتقديم هالنوع من الأعمال. أنا مستفيد يعني أنا هلا هيك مبسوط بالشباب بنتاجهم، أتمنى يعني هلا إن شاء الله هيك الفترة القادمة بالتواجد بالدراما، يعني درامانا بالنهاية هي بيئتنا، بتعرفي أكثر عن شكل الحياة شكل الشخصيات، فحتكون أكيد تجارب ممتعة.